مشاهدينا الكرام وصول جثمان الشهيد وليد الشريف إلى مستشفى المقاصد بمدينة القدس بعد استشهاده متأثرا بجراحه التي أصيب بها في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. استشهد قبل يومين واليوم فقط قوات الاحتلال تسلم جثمانه إلى عائلته. وصل الآن إلى مستشفى المقاصد ومن المقرر تم تشييعه أيضا في المسجد الأقصى المبارك للصلاة عليه ومن ثم إلى مثواه الأخير إلى مقبرة باب الساهرة في شارع صلاح الدين. نستمع الآن إلى هتافات الفلسطينيين وأهالي مدينة القدس خاصة. انتظار هذه اللحظات لخروج الشهيد ونقله إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة عليه قبل مثواه الأخير في منطقة باب الساهرة. هناك تواجد كبير من الشبان رغم وجود أعداد كبيرة أيضا من قوات الاحتلال والتعزيزات الشرطية في محيط مستشفى المقاصد. صرت صحفي. امسكي امسكي. إذن هذه الصورة المباشرة الآن من أمام مستشفى المقاصد داخل مستشفى المقاصد في انتظار خروج الشهيد لينتقل إلى المسجد الأقصى المبارك عبر سيارة الإسعاف. هذه هي الصورة المباشرة الآن لحظات
وينقل جثمان الشهيد وليد الشريف. إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة عليه. أشير في هذه اللحظات أيضا قوات الاحتلال تحاصر مستشفى المقاصد، هناك تواجد أعداد كبيرة من قوات الاحتلال. إذن في انتظار خروج جثمان الشهيد وليد الشريف الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال بعد إصابته من المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك برصاص الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال لساحات الأقصى. أيضا تم يعني قد استشهد متأثرا بجراحة يوم السبت 14 من الشهر الحالي. اليوم فقط في ما يقارب الساعة 7:30 تم تسليم جثمانه إلى عائلته، وصل الآن أو قبل قليل إلى مستشفى المقاصد في انتظار نقله عبر مركبة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لنقله إلى المسجد الأقصى المبارك، وهناك صلاة عليه ومن ثم نقله إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الساهرة في شارع صلاح الدين. شاهدون الأجواء متوترة، هنا تواجد كبير من الشبان الفلسطينيين وسط أيضا تواجد من التعزيزات من تعزيزات قوات الاحتلال، القوات الخاصة تحديدا في محيط مستشفى المقاصد. أيضا أشير هناك تعزيزات شرطية أيضا في محيط المسجد الأقصى المبارك وعلى أبواب المسجد الأقصى. إذا لحظات ويخرج جثمان الشهيد من مستشفى المقاصد، نتابع معكم في هذه الصورة المباشرة. Thank you.
إذن تحضيرات لتجهيز الشهيد لزفه إلى المسجد الأقصى المبارك. هنا العائلة تطلب الإسعاف في الداخل على ما يبدو، يعني العائلة تودع الشهيد في الداخل ويطلبون الإسعاف في هذه اللحظات. نتمنى السلامة لعائلة الشهيد. إذن الآن خروج الشهيد هذه اللحظات، خروج الشهيد إذن في هذه اللحظات ليزف عريسا إلى المسجد الأقصى المبارك من مستشفى المقاصد. طلعوا باب الاسعاف، انا ستمدوا بالعيله بالكوع عشان بخبط على الموت وانت